لكم البنات كديرين، كنتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم غندير معكم غديوه ديالي. غنحتاجو صدر ديال الدجاج قطعتو على شكل قطبان، غنتبلو شويه ملحه، كمون، شويه تحميره، شويه كنجبير، شويه البزار، شويه الخرقوم البلدي والتويمه. تقريبا هنايا نص معلقه صغيره كل حاجه، والملح راه كل واحد على حسب الذوق ديالو. ندير هادو شويه الربيع، واحد معلقه، كندير شويه لاموطاط، هنا كنزيد شويه ديال الصويا صوص، ها شويه صافي، هكتي نص معلقه صغيره تا هي. نزيدو شويه زيت العود صافي، نخلطو كلشي بحال هكا بيدينا كيما احسن من يديك صافي. نديروه ندخلو للثلاجة واحد نص ساعه بحال هكا يترقد، ولا كنكثر كان مزيان الا عندك الوقت بحال هكا. نديرو له فيلا ريمونتيغ وندخلو للثلاجة، وانا معكم نوريكم الفيرنيسير كيفاش غنصيبوها حتى هي. دابا القطبان درناه في الثلاجة خليناهم يترقدو، دابا نصيب معكم لاصالاد. عندي هنا خيار محكوك وشويه ديال الخس مقطع طريفات صغيرين، وعندي تفاحة محكوكة. نخلطو هادشي كامل، نديرو الخيار والتفاح والخس، ونزيدو واحد شويه ديال السكر سنيدة على حسب نتوما كي بغيتو الحلاوة. نخلطو نخلط مزيان ونخليوها هكا، من بعد غادي يطلق، غيطلق الخيار الماء ديالو والسنيده وداكشي، وهي شط لاصالاد ديالنا ساهله ماهله. غادي نقطع في الاليمونتيغ، ولا بغيتي تزيدها شي حاجه اخرى. انا كيعجبني كتعجبني معاها شويه الزبيب، كنحط عليها شويه الزبيب بحال هكا من الفوق، نحطها في الثلاجة حتى هي باش تطلق وتبرد. نحطها في الثلاجة ونجي نكمل معاكم بلاصة أخرى. الوصفة ديال الفيرميسيل فيها خزوة واحدة محكوكة، قرعة واحدة محكوكة، شامبينيون مقطع طريفات صغار، فص ديال الثوم، نص بصلة مقطع رقيق. غنخلطو هادشي كامل، غنزيدو شوية زيت العود، زيت الزيتون شوية، نزيدو شوية الملحة، باقي غنديرو السوجار وما تكثرش من الملحه، ونزيدو شويه البزار. انا غنديهم دابا فوق العافيه ونوريكم كيفاش غادي تكون من بعد. ديرهم فوق العافيه حتى تطيح، طيح الخضره شويه ماشي تكون طايبه مزيان، غير طيح شويه، ومن بعد غنزيدوها نزيدوها الفيرميسيل وداكشي الاخر اللي غنوريكم. هانتوما كي كتشي الشيره دغيا نقصوا عليها العافيه، ما تزيدوا لها ما لا والو، هذه ما كتزادش لها الماء. دابا غنزيد لها معلقه ديال الزبده هكا، نزيد لها الصويا صوص، صوص صوجا، المهم جات واحد المعلقه ولا جوج معالق، حيت كل واحد ثاني كي كيبغي يذوق، اللي كيبغي صوص صوجا بزاف كاين اللي كيبغي شويه، ولكن ما تكتروش، غير معلقه معلقه ونص كاع الى زاد الربيع.
وهذا الشيء هذا انا حيت غندير مع هذا بالدجاج قطبان. نتوما الا كنتو غادي ديروا بلا برينسيبال تقدروا تزيدوا هنا الكروفيت طريفات ديال الدجاج اللي عندكم طريفات ديال الحوت ديروا بحال هكا. دابا غنزيدو فيغميسير. هاد الفيغميسير مرقداها في الماء سخون ومقطراها ومقطعاها تزيد صافي. كنخلطو هكا الفيغميسير مع داكشي كامل ومن بعد نقدمو كندير فوق العافيه باش كيسخن ونتو كتسخن هاد الفيغميسير. انا نوريكم الطبق الاخر. هانتوما انا غندهنهم دابا باش نبدا نقلب فيهم. هادي هي الطريقه اللي كيديروا باش كيجيو فيهم داك لوكو ديال الشوايه. البنات ها هو الغديوه ديالي وجدات. ها هي الفيغميسير بالخضرة وقطبان محمرين. فيغميسيرة ساهلة وهي لصالات ديالي اللي فيها التفاح والخص وشوية الزبيب والخيار. نتمنى هاد الوصفة تنال الإعجاب ديالكم وغير جربوها. راه بنينة وسهلة في التحضير وتا اللي دايرة الريجيم مبغاش تاكل الخبز تقدر تاكل غير هادشي صافي بلا خبز بلا والو. شكرا مع السلامة.